إلى هذا الخبر والذي يتعلق بحب المغامرة، حيث تمكن المغربي ناصر بن عبد الجليل من بلوغ قمة إيفرست الشهيرة، أعلى قمة في العالم، وذلك بعد ساعات طويلة من التسلق وفي مواجهة طقس بارد جدا. ناصر بن عبد الجليل والذي أصبح أول مغربي يصل إلى قمة إيفرست عبر عن فرحته لتحقيق هذا الإنجاز والذي لم يكن ليتحقق لولا الإرادة وحب المغامرة، كما توجه بالشكر إلى كل الذين ساندوه خلال هذه المهمة. وللمزيد حول هذا الإنجاز تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط السيدة لينا بن عبد الجليل، أخت ناصر بن عبد الجليل. صباح الخير سيدتي. ألو. صباح الخير. وي بونجور. سيدتي، يعني ناصر بن عبد الجليل أول مغربي يصل إلى قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم، ما هو شعور العائلة بعد تحقيق هذا الإنجاز؟ إيوا احنا فرحانين بزاف به، معلوم وفخورين به، والحمد لله ناشطين بنا وصلنا ناصر على خير وبخير وحقق الحلم ديالو وأمنية ديالو. نعم نعم. طيب سيدتي، بالنسبة لكم أنتم كعائلة، كيف تابعتم مراحل هذه المهمة الصعبة؟ يعني كيف عاشت العائلة هذا الحدث؟ هذه كانت لنا مرحلة صعبة ومعمرها ما غتنسى لنا بنا، واخا فرحانين به ولكن كنا خايفين عليه بزاف، ما عارفين هادشي شحال غيدوم وعارفين بان كاين الخطر بزاف فوق الجبل، انت هو تطلع والخطر تزاد. نعم. والخوف عليه يزداد ايضا. معلوم. نعم. طيب. وفعلا وقعت مشكله كبيره من كان الفوق، ملي وصل فات لو كونتوار راه دخلنا بزاف حيت راه خسر له الاكسجين وبقى حاصل ثلاثه السوايع بوحده بلا الاكسجين، تيتسنى نعم. يجيبوا له قرعه اخرى. دونك نعم. دخلنا بزاف، ولكن في الاخير يعني ناصر بن عبد الجليل يعني تمكن من تحقيق حلمه سيدتي. اي ولكن مازال ما وصلنا للاخير، دابا خصو ان شاء الله مازال يدعيوا مع الناس باش يهبط على خير وبخير ان شاء الله. راه نعم. مازال دابا في مرحله النزول. نعم. طيب بالعوده الى انجاز يعني ناصر بن عبد الجليل وبلوغه قمه إيفرست، يعني كيف جاءت الفكره وهل من هدف معين وراء هذه المغامره؟ لا ما نظنش، ناصر من صغره رياضي كبير ومواطن كبير، كان عنده هذا حلم ديال الطفولة اللي كبر معاه ولا هدف، والحمد لله حقه، والحلم ديالو هو اللي يكون أول مغربي يهز رياض المغرب فوق هاد أعلى قمة إيفرست. نعم ولا. نعم. من الرباط السيدة لينا بن عبد الجليل، أخت ناصر بن عبد الجليل الذي تمكن من بلوغ قمة إيفرست الشهيرة. شكرا جزيلا لك سيدتي على كل هذه التفاصيل.